ورجعنا تاني مع حضراتكم. خلينا نكمل فقراتنا اليوم ليوم الخميس، وعايزة أروح معاكم إلى الغاز، الغاز الطبيعي اللي أصبحت مصر الحقيقة بتقوم بتصديره، وده من الأشياء المهمة جدا اللي أصبحت يعني من الأشياء المهمة في اقتصادنا المصري بشكل كبير. وافق مجلس الوزراء بشكل مبدئي على إسناد منطقة شمال شرق العريش البحرية إلى كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة إيني الإيطالية للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهم في المنطقة. خلينا كمان نقول إنه المجلس قال إن المشروع يقام في إطار توجه الدولة نحو زيادة الكميات المنتجة من الغاز، وده طبعا إحنا كلنا متابعينه إنه دي من الأشياء اللي مصر كمان بتحاول وبتساعد إن اقتصادها يبقى متنوع، يعني تشوف الموارد بتاعتك أنت ممكن تعتمد على إيه. فطبعا هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة للمحافظة على مكانة مصر كمركز إقليمي في تناول الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط، والاستمرارية كمان زي ما أنت معتاد وإنك بدأت فعلا تصدر، فيبقى في استمرارية في تصدير الغاز الطبيعي. خليني أخذ مع حضراتكم يعني هذه المداخلة مزيد من التفاصيل. دكتور رمضان أبو العلا أستاذ البترول والطاقة، مساء الخير يا دكتور. مساء النور أستاذ شفقي. يعني خلينا نعرف يعني موافقة مجلس الوزراء على هذا المنح للشركتين، إزاي كمان هنقدر نزود الطاقة الإنتاجية الخاصة بالغاز؟ تفضل. هو الحقيقة أن قرار الحكومة إسناد منطقة شمال العريش إلى إيجاس المصرية وإن الإيطالية يأتي في إطار استراتيجية مصر لتوفير الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي وأيضا إمكانية تصدير الفائض، وذلك في ظل الظروف الحالية التي أشهدها العالم. يعني التوقيت مناسب جدا، ودول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص التي تسعى للبحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، لأنه أسعار الغاز أستاذة شفقي تضاعفت خلال عام طبعًا واحد طبعًا 10 أضعاف طبعًا. يعني كان الألف متر مكعب ب200 دولار وصل في بعض الأحيان إلى 2000 دولار. ده يعني يعني زاد بشكل كبير جدا، أضعاف أضعاف جدا جدا. الحقيقة أيضا إسناد المنطقة المشار إليها إلى شركة إني الإيطالية يتفق مع المنطق العلمي والعملي. تمام. المنطقة دي بتصل مساحتها لحوالي 2980 كيلو متر مربع، وبتقع في أقصى شرق المنطقة الاقتصادية البحرية المصرية. تمام. وبتحتاج لشركة عملاقة مثل إني، بالإضافة أيضا إلى خبرات شركة إني السابقة في شرق المتوسط، واللي حققت أكبر اكتشاف في المنطقة وهو حقل ظهر، اللي قال عنه رئيس شركة إني مع إعلان الاكتشاف عام 2015 إن اكتشاف الشركة لأكبر حقل غاز طبيعي في شرق المتوسط قبالة الساحل المصري من شأنه أن يغير قواعد اللعبة لمصر وفقا لمفاهيم استقرار الطاقة. وبالفعل يا أستاذة شفقي تحقق ما قاله رئيس الشركة، وأصبحت مصر مركز لتداول الطاقة في العالم، وأيضا نواة لمنتدى غاز شرق المتوسط اللي أصبح فيما بعد منظمة حكومية. تمام. دكتور رمضان، برضو من خلال كلام حضرتك يعني كلمني عن فكرة ان احنا نزود الانتاجية. اولا احنا عارفين انه بقى في طلب، فاحنا في طلب كبير في اوروبا تحديدا يعني، وهي الاقرب لينا على الغاز. هل يعني ده كمان يعني نقدر نقول لو ما هنحسب في الربع القادم الاقتصادي بالنسبة لنا هتكون الزيادة بدأت يبقى في وضوح شوية مع زيادة الانتاجية؟ هو الحقيقه يا استاذ شفقي لازم اوضح حاجه. اتفضل. انه احنا في عندنا احتياطي استراتيجي. الاحتياطي الاستراتيجي ده بيتم استهلاكه. طبعا. لذلك يجب تحقيق اكتشافات لتعويض ما يتم استهلاكه. والافضل ان انا
اعوض اللي انا استهلكته بالاضافه لزياده الاحتياطي الاستراتيجي زي ما حصل لما اكتشفنا حقل ذر. والحقيقه انا بتوقع اقبال العديد من شركات البترول العالميه للحصول على حقوق الامتياز للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه العميقه في شرق المتوسط، لانه مساحه الحوض الترسيبي ده حوالي 83 ألف كيلو متر مربع، وكميات الثروات الموجودة فيه تصل لحوالي 220 تريليون قدم مكعب، يمكن أن تصل ل 300 تريليون وفقا لما أعلنته هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية. تمام. إنما حضرتك تسأليني طب ليه الشركات العالمية تفضل مصر عن باقي، لأنه هذا الحوض الترسيبي في مناطق اقتصاديه لعده دول اخرى غير مصر. طبعا. ليه بقى الدول او الشركات العالميه يعني بتفضل قبرص مصر؟ قبرص موجوده جنبينا. لانه مصر بتمتلك بنيه تحتيه لخطوط الانابيب اللي بتنقل الغاز من مناطق الاكتشاف في المياه العميقه لمحطه الاستقبال والمعالجه بمنطقه الجميل. تمام. أيضا مصر تمتلك محطتين لإسالة الغاز في إدكو وفي دمياط لا يوجد لهم مثيل في منطقة شرق المتوسط. تمام. ودول بينتجوا حوالي 12 مليون طن سنويا، يعني حوالي 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وده ممكن يعمل نوع من التعويض الغاز الروسي. لذلك كان اهتمام الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة. كمان أعتقد كمان دكتور رمضان إنه قرب مصر جغرافيا من أوروبا برضو، لأن أنت برضو لما كانوا بيفكروا في أوروبا أنهم ياخدوا حاجة من أمريكا، فأنت برضو بتتكلم في مسافات فيها المسافات دي يعني تعني أرقام فلوس بتدفع أكتر، فأعتقد قرب مصر كمان ربما يكون يعني برضو في حافز يعني. أكيد ده بالتأكيد طبعا، زي ما حضرتك ذكرتي القرب والإمكانيات والتسهيلات. تمام. وأيضا من الأمور المهمة جدا أن مصر وفرت الأرضية القانونية، لأنه صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في أغسطس 2017، وإحنا كنا سباقين لذلك علشان نشجع الاستثمار في أنشطة سوق الغاز، وأي أعمال متعلقة زي الشحن والنقل والتخزين والتوزيع، وبنشجع القطاع الخاص. القانون بيسمح بالقطاع الخاص أنه يشارك ويستخدم الشبكات والتسهيلات دون أي تمييز. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور رمضان أبو العلا أستاذ البترول والطاقة، وبنؤكد بأنه البنية التحتية اللي موجودة في مصر والخاصة بالأنابيب وأيضا المحطات الخاصة بتسهيل الغاز أيضا هي من الفوائد اللي ممكن تساعد أيضا مصر أنها تكون متميزة في هذا الشيء.